السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. راني في السياره، جيت نبارطاجي معكم واحد الخبر حول جيزي. جيزي قامت بمضاعفه الانترنت 3 مرات، والرصيد اللي تاكتيفي به تقدر دير به مكالمات دوليه. كان اللي يقول لي واش ندير بالانترنت ولا حجم الانترنت مادام الكونيكسيون راهي كارثه. كان اللي عنده كونيكسيون مليحه في جيزي، وكان اللي عنده في موبيليز، وكان اللي عنده في اوريدو، كل واحد على حساب الولايه تاعو. العرض هذا بلي مليح، بيسك تاكتيفي صومة قليلة تبدا من 10,000، والانترنت الحجم بزاف، الكونيكسيون الله اعلم، كل واحد والولاية تاعو. قبل ما نبداو اشتركونا في القناة وفعلونا الجرس وقولنا اللايك خاوتي، قولنا اللايك، ادعمونا باللايك. نتلاقاو بعد هذا. كان اللي يقول لي بلي هذا الخبر قديم شويه، هو صح عنده واحد 2 جور ولا 3 جور، لكن كان اللي ما سمعش به. هذا هو العرض الترويجي خاص بهايلة بزاف من عند جيزي، مضاعف 3 مرات. نروحوا الى اول عرض، هو هايلة بزاف، 100 دينار، كان يمدلنا 500 ميجا، تضاعف 3 مرات، بدا يمدلنا 1.5 جيجا انترنت كالعادة غير محدود، مكالمات واس ام اس نحو جيزي، والرصيد المهدى 150 دينار جزائري، كل هذا ب100 دينار لمدة يوم واحد 24 ساعة. العرض الثاني اللي هو هايلة بزاف، 150 دينار جزائري، كان يمد 2 جيجا، تضاعف 3 مرات ولا 6 جيجا انترنت غير محدود، مكالمات واس ام اس نحو جيزي، الرصيد ولا 300 دينار، كل هذا ب150 دينار لمدة 24 ساعة. أي أن هذه العروض صالحة لمدة 24 ساعة، معنا كل يوم تقدر تأكتيفي. المكالمات اللي تكلمنا عليهم ولا الرصيد اللي تكلمنا عليه صالح لفرنسا، المملكة العربية السعودية، تونس، المغرب، إسبانيا، النمسا، الصين، تركيا، كندا وبلجيكا. هذا العرض الترويجي صالح معنا 30 يوم، معنا 30 يوم تقدر تأكتيفي كل يوم. كيفاش نأكتيفو؟ كالعادة إطوال 720 دياز وتأكتيفي، ولا تروح للتطبيق تاع جيزي في الاندرويد ولا في الايفون تقدر تاكتيفي عادي. خاوتي مرة أخرى ونعاود ونانسيستي، قولنا اللايك، قولنا اللايك، طلب وليس أمر، اشتركونا في القناة وفعلونا الجرس. الله في روحكم خاوتي، للملتقى إن شاء الله، سلام.